طبعا انا سالتكم سؤال على صفحه الفيسبوك وهو عن النجاحات يلي ممكن تحققوها بالحياه وشو النجاح بالنسبه لكم. ليس ستانيوس بيقولوا انه غلطه الشاطر بألف بس اللي ما بيغلط ما بيتعلم، واهم نجاح انه بعد كل دعسه ناقصه ترجع توقف على اجريك وتكمل وتكون اخذت عبره. نجاحه هو شهادتي وظيفتي واصدقاء حقيقيين. صابرين صباح الورد للكينج، ثانك يو. بصراحه النجاح بالنسبه لي هو رضا اهلي عني ومحبتكم لي، هيدا احلى نجاح. بيبقى شيء واحد بتمنى انه انجح فيه انه التقي فيكم واقضي نهار كامل مع مدام لما. هلا رح اقضي معها نص ساعه. روري رورو ريتا، صباحك ورد وفل يا وجه الخير يلي بتعطينا بسمتك وطلتك امل بالحياه. ثانك يو ثانك يو يا ريتا. النجاح هو شعور عظيم بخليك توثق بحالك اكثر. انا بنجح اكثر شيء بكتابه الشعر والغناء. رائدة أحمد، النجاح بالنسبة إلي هو الاستمرارية بالعطاء، محبة المتابعين لصفحتي قمة النجاح، الطاقة الإيجابية اللي بتنطلق من أعماق روحي بفضل الله سبحانه وتعالى هي النجاح. ترك بصمة خاصة هي قمة النجاح. نجاح أبنائي بحياتهم هو نجاح. رؤية أحفادي بحافظوا على العادات والتقاليد والقيم العربية الأصيلة هو النجاح. الله يسعد صباحك جو، صباح العاملين بقناة المستقبل. أذار مزهر بأجمل الأزهار بتمنى لكم ولألك أكيد يا رائدة. طبعا مجموعة كتير كبيرة من الكومنتس اللي وصلوا لي، بعد شوي رح أقريهم بعطيهم وقت بعد أكتر، ولكن هلأ خلينا مع لما والريد كاربت 2017 والله يستر. شوفي إلي زمان ما شفتك على حقيقتك. كيف يعني؟ يعني بتبقي جاي هيك مجهزة حالك، محضرة حالك إنه ريد كاربت. هلا بنشوف شو بدنا نعمل فيكم. يوم كيف شايفني؟ لا هلا أنت دائما على حقيقتك، بس قصدي عرفت أي حقيقة تبع البرش اللي بحكي أنا هيدي؟ ليك ما تنغش. ما شو؟ ما تنغش. بس أنت مش رادي لهالموضوع. أنا بنبسط فيك هيك. كيف لكان؟ بوزيتيف بوزيتيف. شفنا أشياء كثير حلوة وشفنا أشياء يا لطيف. في شي حدا تلفن لك من قبل ما يعمل؟ لا 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 بعد الحلقة عم يعمل واسطة ما تجيبي سيرتي بعد الحلقة. بعد الحلقة أكيد. طيب يعني ما تلقيتي ولا تهديد؟ نو نوت يت نوت يت. طيب رح نبلش نحن وياكي بجوائز أوسكار 2017. شو هالأوسكار؟ على الريد كاربت. شو هالأوسكار؟ حلو يعني كان كله غير شكل، حتى بأخطائه، حتى بقصة تسليم الجوائز الخطأ. كانت كل الناس بتحس إنه هالسنة ناطرين كل شيء بالأوسكار، يعني الريد كاربت والناس والجوائز. كان في فرومة كتير حلوة. نعم. وكان في تياب كتير حلوة، وكان في تياب يعني يا لطيف. هلأ هالتياب الملبوسة ممكن تلبق لحدا تاني وممكن ما تلبق لحدا، يعني صح. هيدا المعصد. هلأ نحن هون دايما منقول نحن يعني ما بقول الفستان ما حلو، يعني الديزاينر ما انه شاطر. نعم. كلنا بيج ديزاينرز، بس بدك تعرف وتقول إذا هالسليبرتي عرفت تلبس شيء لها، لانه سام تايمز الديزاينرز. وانا حابه سؤالك، لانه اوقات الديزاينرز ما بيقدروا يقنعوها، يعني صحيح عرفت بالنسبه لها بدها تلبس هاي القطعه. من هيك العتب من لما بيكون عليكي مش على الديزاينر. ما هيك يا ريت، لانه اذا شوي حرام الديزاينر يعني ما بتكوني عنيده يعني انه خدي واعطي. طيب عندنا 24 ستار رح نشوفهم حتى نلحقهم كلهم على السريع. يلا منبلش مع إما ستون، مع ليبسي جيفانشي، تيفاني كو. يا عيني يا عيني إما ستون، بفتكر من أجمل قطع كانت بهيدي الحفلة. هي أخذت جائزة الأوسكار ولابسة فستان كتير حلو، دارج كتير الفرنش بتشوفون هولي لون اللي بقلا، شعرها كان حلو، صيغتها حلوة، كانت أخذة 10 على 10. عشرة على عشرة بلس تستاهل الأوسكار. لما ما بتحط 10 على 10، عطيت 10 على 10. شي واز وان اوف ذا موست بيوتيفول، يعني انا بالنسبه لي من اجمل ناس مشوا على ريد كاربت. جريت، هيدي شهاده لما لك يا اما. تشارليز تيرون مبروك لك على الجائزه. تشارليز اللي نحن كلنا بنعشقها وكلنا بنقول عنها شي از اميزنج ورائعه الجمال وعندها كتف عريض. لبسي فستان لديور لأنها هي صورة ديور، ميوز تبع ديور، إن كان بالبارفان أو بالتيب. نصحها بس شوفي تشارليز. ليه حب تبيني ناصحة يا بنتي؟ يومي لأنه شوف بدها شوفيه عليها جسم ما بيمزع العقل. ملبسينا قطعة وأنا فكرت أنه من صورة واحدة جوزيف، شفتها
سو توت سي كوتور فاجئوها بتصور ما يكون شايفه تشوفي عندها بالخزانه ايه ودغري يلا هيك حطت شيء باجرها بس ومشي. حتى مش مسموح يكون عندك اياه بالخزانه لا, يا لا, لا 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 مش معقول كثير نصحها الصور كلهم شفتهم يعني من كل الجهات اللي مصورينها مش انه مره مش طالعه ظابطه وقت بقول لك بكبسون كبس صحيح. بالصور تشارليز لابسه فستان not to her advantage at all من فوق كثير حلو بس كله بينت يا تشارليز صورناكي من فوق ومن تحت وكل شيء ما مشي حالك وكل الانجلز ما مشي حالك بعتذر ديور كمان مش قادر اعمل معك شيء لدافع عنك مع انه بحبك يعني بس انه معلش هالي باري بدك ايه بس ديور بده يعذرنا هالي باري اللي اخذت جائزه الاوسكار من كم سنه وكانت لابسه فستان اخضر بعدني مذكر من عند اليسار وعنده ورد كان بيرقى ونهارها كانت برم كبيرة لإلي صعب لبسة فيرساتشي اوكي عاملة كومبليت لوك خلوني ارجع البس عوانيت لما اغلط معه هلا مبينة قصيرة بس انه هون رجعنا عم بقول لك انه الصورة كيف اخدينا كبسينا كبس شفت كيف بياخدون ما بيعطوهم او حافية وجعتها اجرها مسكر لا لا حبيبي ما انا حافية ابدا لا. انا كثير حبيت الفستان رائع وهي كلها اذا بتلاحظوا عندها نيو ستايل هي امرأة رائعة يعني جسمها ما في ولا ديفو وهون الصورة مش لإلها بس قد ايه يعني حلو شعرها طالع كلها كلها فينا نقربها كله شوي جميل. فينا نحطها كلها على الشيخ لا يعني ما في عم تطلب لا يطلب هلا لا مظبوط هيك يعني قصدي شي از بيوتيفول كثير حلوة عن جد فظيعة يعني اوقات تقول له اتوليه فيرساتشي يعني غير فيرساتشي ولا يعني لا لا هو زيته بس عندك مثل بريفي عرفت عندك بليزيور ليني ايزابيل إيزابيل أوبير إيزابيل أوبير إيزابيل أوبير من أهم ممثلات كانت أكيد لبسة شيء فيري كلاسيكال بيشبه الكاركتر تبعها ملك هي لا ملكة مش ملك هي ملكة بس أنا ما حبيت فصل لأنه مش ستيلك جوزيف لأنه كأنه رايحة على النوم لا أنت بالنسبة لك هيك بالنسبة لها نو شيز فيري كلاسي هيدا كلاسيكال دريس أنت حبيتي كلاسيكال دريس وبيشبهها يعني يمكن فيها تلبس شقفتها بس لونه حلو بيريح ما ناقصه شيء جوزيف هالشيك بالشيك نو طيب مش معقول في ديمقراطيه بعلم صباح لا يعني الا معي الا معي نو ديمقراطيه بهالشيء جيسيكا بيل لبسه كوفمان فرانكو هلا جيسيكا يا جيسيكا عزيزي جاهلي بس لبس. جيسيكا شو بتعمل بتمثل؟ يعني ما تفكرني انا كلهم بعرف بس هي ممثلة ثاقبت انه انا عرفت هي ممثلة لبسة فستان كثير دارج الذهبي هلا هي من الناس اللي جسمهم كثير حلو والفستان حلو بس هيدي القماشة يا صبايا بتعرض بتفلش الجسم بينتها مش الصورة بينتها ناصحة اللميع دايما بدكم تنتبهوا يعني بدكم جسمكم يكون مثل الورقة لنلبس هالفستان بس اذا بتريدي ما تجيبي لي سيره جيسيكا مع انه اليوم تعرفت عليها اوكي جيسيكا كرمال زوزو انا بقول لك انه اليوم انت بتنجحي معنا اوكي كيرستن دانست لبسه كمان ديور اوكي لبسه ديور فستان ملفت ادمنه سامبل ملفت بالقصة ديور از ا كات انا فتن حمامه فظيع اتس ا كات ديور معروف بقصاته أكتر شيء هاي القصة بتمزع العقل she was perfect شوف شو حلوة شوف شعراتها يا ريت نحن الفنانات العربيات بيستوحوا من هالشيء عن جد ما قال أميك جانيل منى جانيل منى لبسة إلي صعب هلا هيدا الفستان كتير انكتب عليه جوزيف وقت بتشوف هيك فستان بلا ما تعرف انه إلي صعب ايه بتحب او ما بتحب شو رياكشن يعني هو شوي شو بيقولوا على انا كريستين ايه يعني انه كثير جروندوز ايه بس انا مش ستيلي مش انه ما بلبسه يعني بس ما بحب هلا إلي صعب عامل شيء كومبليتلي نيو لا فينا يعني الشغل اللي فيه
بيطير العقل. بس ليش تتكلمي علي انت؟ لا لا هقول لك ليش. طبيعي انك تنقز، يعني الناس رح تنقز، نقزوا من الفستان غير متوقعين انه اللي صعب يعمل هيك قطعه. كيف عليها كويستشن مارك؟ كيف عليها كويستشن مارك؟ بس ملفت يعني لو جدا الفرانشيت من هون ومن هون هذا هو. كان رجعنا لإلي صعب اللي بنعرفه هون عمل بلس. يمكن هي طالبه هيك. لا هي ما فيها تطلب عقلي ابدا. ما حدا في يطلب عقلي. ما بيقبل نيكول كيدمان. ما بعرف انا حبيت وما حبيت، لانه حبيت كثير الشغل اللي عليه. بس يعني ما استوعبته بسهوله. بس الا هي نيكول كيدمان هي ما بدي اشوف، ما بدي اشوف شو. لا لانه دائما دائما بتغلط بالالوان. يعني بتلبس فستان لون بشرتها. لا يا ريت يا ريت. لا انه محتاره هيك. الله محتاره بحالها هالمخلوقه. حدا عنده رقمه؟ انه حدا بيقدر يوصلني لعندها؟ مش محتاره بحياتها، ما عندها سيجنتشر، ما عندها كاركتر. اذا بتريدي ما تجيب سيرتها. بدي اجيب سيرتها. شو لابسه؟ شو لابسه؟ انه ارماني، انه واذا ارماني، واذا ارماني. بس انا بلاقيها بس اللون انه تغير على لون بشرتها. بس مش بس هي وين مصيبتها؟ يا بتلبس مثل لون بشرتها، يا بتلبس بعكس بشرتها كثير قويه، بتلبس الوان كثير صارخه يلي مش لها. هيدا الشيء غلط من الجهتين، وبعدها عم تغلط وراح تكفي عم تغلط طالما ما بتحكي معي. بعد حدا عنده رقم تليفونها بليز اعطوني رقمها. انا مش معقول. فيولا ديفيس لبسي كمان ارماني بريفي. فيولا ديفيس لبس احمر. هيدا شو بيقولوا لك؟ كوراي. كوراي لبس الاسمر احمر قال وضحك علي اللي كثير غلط. كثير غلط. لانه الاحمر كثير حلو. كل المانكينات اللي سمر بلبسون احمر ليبرز بجنن. كثير حلو هيدا اللون. الفستان كثير حلو عليها. لا جوان منت عنا كثير بعد وكتاباتها وكتفاتها كثير حلوين. يلا على السريع. ميريل ستريب كانت لابسه اللي صعب. ماريل ستريب دائما بتلبس شخصيتها، ما بحياتها لبست شيء اوفر ولا شيء. هون الصوره ما كثير اعطيتها حقها، بس شي واز بيرفكت. ما حدا يحكي عليها ولا كلمه. سكارليت جوهانسون لبست عز الدين عليا. اوكي كمان مشكلته مثل مشكله ديور، هيدا الفستان كثير بنصح وهي مش كثير طويله. ايه شو صار؟ طيب اخر وحده راين جوسلينج لابسه جوتشي. بعتذر ما قدرنا نمرق كل شيء لانه كان لازم نعلق عليهم. اوكي راين جوسلينج لابس اوكي هذا الشاب الوحيد طلع له اليوم انا. اوكي لابس جوتشي. لابس مش حس حالك غلط يعني طلعت معنا. طالع معنا قميصته انه اوكي طالع عن الـ عن الـ عن المألوف انه فيها نقشه وزمطه. فينا نكمل بعد البريك؟ ما فينا نكمل بعد البريك. ثانك يو لما. ثانك يو لك. بس مرقيهم مرقيهم. هدول لازم يتمرقوا. اكيد عندك بجعبتك كثير بعرفي. بنشوفك على راد بكره ان شاء الله بموضوع جديد. لكل المشاهدين بريك جدا قصير وبنعود بعدها للمتابعه مع ضيوفنا. خليكم معنا.